نحو المليار ونصف المليار دولار تعهدت السعودية والكويت والإمارات والبحرين وبريطانيا وألمانيا بالإضافة إلى دول أخرى بتقديمها لمساعدة النازحين السوريين. هذا المبلغ مضافا إلى مبالغ أخرى تعهدت بها دول عربية وأوروبية والولايات المتحدة يكفي لسد الاحتياجات الإنسانية العاجلة للاجئين السوريين الذين يعيشون ظروفا صعبة داخل سوريا وفي دول الجوار في لبنان وتركيا والأردن بحسب تقديرات الأمم المتحدة. ومع هذا الحجم من المساعدات يبقى الفارون من بطش النظام السوري إلى داخل بلادهم أو إلى دول الجوار يعانون من نقص شديد في مستلزمات الإيواء والغذاء والدواء والتعليم. هل يحاول النظام السوري أن يقتات من المساعدات التي قالت منظمة أطباء بلا حدود أنها لا توزع بالتساوي؟ تصريحات نفتها مفوضة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فالاري أموس جملة وتفصيلا. كيف تنفق المساعدات ومن هو المستفيد الحقيقي منها؟ ولماذا لا يصل منها إلا الفتات لمستحقيها في حين يبقى مصير مبالغ كبيرة مجهولاً؟ سوريا مأساة إنسانية تتكشف أمام العالم، فالمشهد هناك يتفاقم يوماً بعد يوم، مخلفا وضعا إنسانيا متأزما وسط المدنيين الذين هم أول ضحايا الصراع الدموي الدائر منذ عامين. في ظل هذا الوضع الإنساني المتردي انعقد بالكويت المؤتمر الدولي للمانحين بمشاركة 59 دولة بهدف جمع مليار ونصف المليار دولار لدعم الوضع الإنساني في سوريا. وجهني هذا الصباح خادم الحرمين الشريفين بأن يستكمل هذا المبلغ ليصل 300 مليون دولار لمساعدة الأشقاء في سوريا. وحسب تقارير الأمم المتحدة فقد أسفر النزاع عن تدمير نصف المستشفيات وربع المدارس فضلا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنشآت الحيوية الأخرى، كما أن النزاع خلف نحو 4 ملايين سوري داخل البلاد يحتاجون إلى الغذاء والمأوى ومساعدات أخرى، بينما فر أكثر من 700,000 شخص إلى دول مجاورة. وتقول المنظمة الدولية إن نصف المدنيين الذين تأثروا بالأزمة هم من الأطفال. إجمالي التعهدات تجاوز المليار دولار، قدمت معظمها السعودية والكويت والإمارات 300 مليون دولار لكل منها. فإنه يسرني أن أعلن عن مساهمة دولة الكويت بمبلغ 300,000 دولار أمريكي لدعم الوضع الإنساني للشعب السوري الشقيق. عفوا لقد أخطأت في هذه الكلمة في الرقم، إنه 300 مليون دولار أمريكي لدعم الوضع. في هذه الأثناء قالت منظمة أطباء بلا حدود إن المساعدات الدولية لسوريا لا توزع بالتساوي، حيث تحصل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة على هذه المساعدات بالكامل، بينما لا تتلقى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وتضم 7 ملايين نسمة أي ثلث السكان سوى على النذر اليسير. وهذا الأمر يطرح تساؤلا حول كيفية وصول هذه المساعدات، وهل ثمة آليات محددة لضمان وصولها إلى مستحقيها من المتأثرين بالنزاع دون أن تقع في أيدي من يحولها بعيدا عن أهدافها الذين هم مدنيون أعيتهم آلة الحرب الدائرة منذ عامين. عماد الدين همام، العربية. وللحديث في هذا الموضوع معنا من الكويت أنطونيو غوتيريس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أهلا بك معنا سيد غوتيريس، وأبدأ معك بتفسيرك لهذا التناقض في تصريحات منظمة أطباء بلا حدود والأمم المتحدة، تحديدا منسقة المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة فالاري أموس. أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نعترف أنه بالنظر إلى الوضع الأمني المعقد للغاية في سوريا هناك بطبيعة الحال صعوبات للوصول إلى بعض الأماكن، ولكن بداية ثلثاء المساعدات التي طلبت في هذا المؤتمر هو لمساعدة السوريين خارج سوريا، والمفوضية
مسؤول لاجئين تابع للمتحدة تسعى بطبيعة الحال لمساعدة هؤلاء، وهؤلاء لا يعيشون داخل سوريا أو في الأماكن التي تسيطر عليها المعارضة، وحتى داخل سوريا فإن منظمة كمنظمتي التي أرأسها تبذل كل ما تستطيع للوصول لأولئك الذين يعيشون في المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة. فاليوم أكبر برنامج لتوزيع الخيم والأغطية يتم في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. سياستنا لا ترمي للتمييز بين أحد، نعامل الجميع بطريقة متساوية حسب احتياجاتهم، ولكن يجب أن نقر أنه ليس من السهل القيام بذلك، وأحيانا هناك بعض الأسباب الأمنية التي تجعلنا نصل إلى البعض، وعلينا نبذل المزيد ونحسن أدائنا، وهذا بطبيعة الحال هو النتيجة المهمة التي توصل إليها هذا المؤتمر. أود أن أقول هنا أن الشعب السوري يستحق هذا الدعم، يحتاجه ويستحقه. عملت مع سوريا على مدى سنوات طويلة. سوريا تلقت 500,000 لاجئ من الفلسطينيين، استقبل سوريا أكثر من 1,000,000 لاجئ عراقي. سوريا دائما تقاسمت ما تملكه مع اللاجئين القادمين من بلدان أخرى، وفي الوقت الراهن فإن الشعب السوري هو الذي يعاني، وبالتالي من المهم أن يظهر المجتمع الدولي للشعب السوري نفس التضامن الذي أبداه السوريون دائما لإخوانهم وأخواتهم الذين بحثوا عن مأوى في بلدان في السابق. حضرتك ذكرت بأن ثلثي المساعدات التي طلبت في مؤتمر الكويت ستذهب للاجئين خارج الأراضي السورية، هناك ثلث سيذهب للنازحين داخل سوريا وعددهم أكبر بكثير من اللاجئين في الخارج. اتهامات منظمة أطباء بلا حدود أو حديث منظمة أطباء بلا حدود بأنه يتم التعامل داخل سوريا مع وكالات تابعة للحكومة السورية، بمعنى آخر هي تابعة لنظام الأسد، لذلك لا يتم التمكن من اللجوء إلى الأماكن التي تسيطر عليها المعارضة، يفرض عليهم أن يتعاملوا وفق المناطق الحدودية التي تسيطر عليها الحكومة السورية وليست تلك المحررة من قبل الثوار. كيف يمكن أن نقول أنه بالتساوي التوزيع يكون؟ كما قلت سلفا فيما يتعلق بالأنشطة التي نقوم بها اليوم وتحدثنا عن العمليات التي تتم اليوم، فإن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فإن هدفنا الكبير هو الوصول إلى الأماكن التي يسيطر عليها المعارضون، وأن نبذل أكثر من ذلك في هذه المناطق على أساس عدم التمييز. وكما قلت سلفا صحيح نعم أنه في بعض الظروف هناك مشكلات وصعوبات متزايدة ولا نستطيع القيام بما نريد أن نقوم به، ولكن دعوني أؤكد لكم أن الدعم الذي نوفره ليس دعم من يهدف لتلبية أي أغراض سياسية وأهداف سياسية، وهو يأخذ في الحسبان فقط احتياجات المواطنين. احتياجات المواطنين هو الأهم، أهم شيء نهتم به. ومنظمة شؤون اللاجئين فإن مجمل عملنا يتم خارج سوريا، ولدينا بعض الأنشطة داخل سوريا لدعم اللاجئين العراقيين وكذلك النازحين السوريين في هذه الظروف الصعبة، والمقياس هو نفسه، توفير الدعم للأفراد بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى. نعم، لكن ما يدعونا لهذه التساؤلات أنه الأمم المتحدة تتعاون مع 45 وكالة أقرتها دمشق، بمعنى أنه أعين الحكومة الأسد مفتوحة على هذه المساعدات وكيف تذهب وأين توزع، وهذا ليس اتهام للأمم المتحدة، أنتم تحاولون القيام بواجبكم لكن تتحدث عن مشكلات تعترضكم ونتفهم هذه المشكلات. دعني أسألك عن تلك المساعدات التي تذهب إلى اللاجئين خارج سوريا، هل من آلية واضحة لدى الأمم المتحدة لتحديد أو لتوزيع هذه المساعدات؟ كيف يتم توزيع هذه المساعدات؟ كيف تخرج من المكاتب المختلفة داخل الأمم المتحدة لتصل في نهاية المطاف إلى اللاجئين؟
بادي هذه بدء نحن نعمل بشكل وثيق مع الحكومات، وفي هذا التعاون مع الحكومات فإن 55 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر تعمل معا لتوفير المأوى، ربما أحيانا خيم وكذلك المنازل الجاهزة، ونساعد كذلك اللاجئين على تحسين المأوى الذي يقيمون فيه. وفي ذات الوقت هناك قسائم الغذاء وكذلك دعم نقدي لأغلب الأسر، وهناك جهد كبير يبذل لإعادة الأطفال إلى المدارس. ففي تركيا تقريبا جميع الأطفال السوريين دخلوا المدارس بفضل مساعدة السلطة التركية، وفي العراق 30,000 طفل دخلوا إلى المدارس، وفي مخيم الزعتري هناك مدرسة جديدة بدعم من البحرين ومنظمة اليونيسف. وبالتالي ففي جميع هذه الجوانب نحن نتعاون مع الحكومات وجميع الوكالات الأخرى، وننسق أنشطتنا لتأكد من أن نوفر الحماية للاجئين ونوفر لهم الدعم والمساعدة اللازمة، وأن يتم احترام كراتهم. فإن من أسوأ ما يعانيه اللاجئ هو أنه يفقد كل شيء، يفقد ممتلكاته وأحباءه، ويشعر أنه يعيش في الغربة وفي المنفى. ومن الضرورة بمكان توفير احترام لهؤلاء وجعلهم يشعرون بكرامتهم وأن يكون لهم أمن أو اطمئنان إزاء المستقبل، وهذا ما نسعى القيام به بمشاركة جميع شركائنا بما فيها الحكومات. وعلي نقول هنا أن لبنان وتركيا والأردن وكذلك العراق، هذه الدول كلها كانت سخية للغاية، حيث فتحت أبوابها وفتحت أبواب أسرها وكذلك فتحت قلوبها لإخوانهم وأخواتهم القادمين من سوريا. أفهم من كلامك سيد غوتيريس بأنه المساعدات التي ستذهب للاجئين سواء في لبنان أو الأردن أو تركيا ستمر من خلال حكومات تلك الدول، أم أن هناك آلية خاصة بالأمم المتحدة يمكن للاجئ السوري أن يثق بها بأن هذه الأموال ستصل إليه؟ يعني هذا نتحدث عن 1.5 مليار في مؤتمر الكويت، غير الأموال التي كانت سابقا تم تخصيصها للاجئين. هل يثق اللاجئ السوري الآن بأن هذه الأموال ستصل إليه؟ بطبيعة الحال ليس كل شيء يتم عبر الحكومات، هناك بعض المساعدات توزع مباشرة للاجئين. من أنظمتنا الناجحة هو برنامجنا في الأردن، أولئك الأسر التي تعاني أكثر من غيرها، هذه الأسر تتلقى شهريا مساعدة نقدية يتم تقديمها من خلال المفوضية السورية، المفوضية سامشو لجن، من خلال آلية للبصمة، بصمة العين، وهذا يسعى لمساعدة آلاف الأسر لتلقي كل شهر ما يحتاجون إليه لتلبية احتياجاتهم الأساسية. فهذه الطريقة المباشرة لمساعدة اللاجئين هي برأيي الأكثر نجاعة وفعالية. وبطبيعة الحال دعم المدارس والمستشفيات وتوزيع قسائم الأغذية والغذاء كما فعله برنامج الغذاء العالمي في كل الأماكن، وضمان إن اللاجئين سوف يحصلون على الحماية فيما يتعلق بسوء المعاملة أو الإساءة أو سوء المعاملة الجنسية. كل هذه الأنشطة نقوم بها بتعاون مع الحكومات وجميع الوكالات المتعاونة الأخرى، وهذا هذه المساعدات التي أعلن عنها اليوم، لا سيما المساعدات السخية للكويت والسعودية والإمارات، سوف تسمح لنا بالتأكيد بتحسين المساعدات التي نوفرها للاجئين السوريين في البلدان المجاورة لسوريا. سيد أنطونيو غوتيريس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضيفي من الكويت، شكرا جزيلا لك على المشاركة. وينضم إلينا الآن من القاهرة السيد وحيد صقر عضو التيار الوطني السوري للتغيير، ومن واشنطن السيد محمد العبدالله المعارض السوري. لكن قبل البدء بالحوار مع ضيفي لابد أن نتطرق وعشية مؤتمر المانحين لتصريحات الموفد الدولي إلى سوريا الأخضر إبراهيمي أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة مخصصة لاستعراض الوضع في سوريا، أشار فيها إلى أن نظام الأسد قد يصمد إلا أن شرعيته تضررت. وأضاف الإبراهيمي بأن سوريا
تتفكك أمام أنظار العالم. الإبراهيمي أشار أيضا أنه لا يرى تقدما نحو السلام في النزاع الذي يدمر سوريا، وطلب الموفد الدولي وأعضاء مجلس الأمن معالجة مشكلة الانقسام حول سوريا فورا، مضيفا أنه في حال ممارسة المزيد من الضغط على أطراف النزاع فربما سيكون هناك مزيد من التقدم. أهلا بكما سيد وحيد صقر وأستاذ محمد العبدالله، وأبدأ معك سيد وحيد صقر. دعنا نبدأ قليلا، يعني نتحدث بشكل مختصر عن المساعدات ومؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت. هل نتوقع أن هذه المساعدات ستحدث تغييرا ما في حال اللاجئين والنازحين في سوريا؟ أوضاعهم رأيناها في الشتاء كيف كانت قاسية بشكل مر عليهم، سواء كانوا في الدول التي استقبلتهم أو حتى في الداخل السوري. هل من يعني بصيص أمل لهم يصبرهم في الأيام القادمة؟ تحية لك والمشاهدين الكرام. يعني بداية علينا أن نشكر كل الدول التي ساهمت في دعم الشعب السوري، لكن كان هناك طرق كثيرة أن نبحث عن حل المشكلة وليس إطالة أمد المشكلة. أعتقد هذه المساعدات ستصب برمتها أو على الأغلب منها في جيوب النظام، بدليل أن الأمم المتحدة تتعامل من خلال الهلال الأحمر السوري أو الهلال الأحمر الدولي، أي تتعامل من خلال العمل مع مؤسسات النظام في سوريا، وهذا ما يؤكد أن هذه المساعدات لن يصل 10% منها إلى المحتاجين في سوريا. لذلك كنا نتمنى من هؤلاء المانحين للسوريين أن يرتقوا بما يحدث في سوريا، وأن يكونوا أكثر جدية في التعامل مع الملف السوري، وأن يضغطوا بكل ما بوسعهم، ولديهم كثير من الطرق الذين يضغطون على تغيير القرار الدولي حول ما يحدث في سوريا. لكن للأسف الشديد يعني هذه المساعدات لن تنهي الأزمة السورية على الإطلاق، بل ستطيل عمر النظام. نحن نطلب من هؤلاء الدول أن يرتقوا إلى ما يحدث في سوريا، أن يضغطوا على المجتمع الدولي. كيف ستطيل عمر النظام سيد وحيد صقر؟ مساعدات إنسانية، يعني وضع اللاجئين والنازحين في سوريا شفناه بالثلج والمطر، الخيم يعني انقلبت فوق رؤوسهم، يعني حالتهم كانت صعبة للغاية. وعندما نتحدث عن مانحين لمساعدات إنسانية، وقالوا للتعليم، للطبابة، للخيم، للأغطية، لغيره، يعني ألا تعتقد بأنه في ظل هذا الظرف أيضا هذا مطلوب؟ إحنا نتحدث عن حوالي 2 مليون إنسان في هذه الظروف. يعني إن كانت هذه المساعدات ستذهب إلى المخيمات خارج الحدود السورية قد يصل منها بكل تأكيد، وهو على الأغلب قد تصل كلها، لكن في حال أننا نفكر بإيصالها إلى الداخل السوري هذا يعني أن هناك فقدان لأكثر من 80% من هذه المساعدات التي ستكون يعني بين شبيحة النظام وبين أجهزة الأمن النظام. هذا أمر واقع يجب أن نعترف به. مشكور كل الدول التي قامت بمساعدة الشعب السوري. لماذا أسألك هذا السؤال سيد وحيد صقر بتفاؤل؟ لأنه سيد غوتيريس قال قبل قليل معي بأنه ثلثي هذه المساعدات ستذهب للاجئين في خارج سوريا، إنما الثلث سيكون للنازحين الداخل، مع أنه عددهم أكبر، ولكن هكذا يبدو أنه تم تقسيمه حتى الآن، تقسيم هذه المساعدات. سمعت ما جاء على لسان المتحدث باسم المنظمة وتابعته جيدا، وأعي تماما أن هناك شفافية في التوزيع، لكن ليس هناك شفافية في التعامل مع الطرف الآخر، أي عندما هذه المنظمة تضع يدها مع النظام السوري ومع أجهزة الأمن السوري ومع أجهزة الهلال الأحمر السوري، هناك ستفقد الشفافية، وكما يقال ستتغير معالم القضية برمتها. لذلك أنا لا أعول كثيرا على أن هذه المساعدات في الداخل ستصل إلى الداخل السوري، بدليل اليوم سمعنا على أكثر المحطات الفضائية إن كان في المخيمات أو إن كان في الداخل يشكون من قلة المساعدات، ويشكون من عدم وصول هذه المساعدات التي نسمع بها من هنا وهناك. نسمع هنا دولة منحت وتلك دولة منحت، وهناك 100 مليون للائتلاف، وهناك 100 مليون للمجلس، وكل هذه الأموال لا نرى منها على أرض الواقع يصل شيئا. لذلك نحن نطلب أن يكون هناك شفافية، لجان حقيقية تدرس هذه المساعدات جيدا، وتعلم أين يجب أن تصل، إن كان على الحدود السورية في لبنان أو في الزعتري أو في تركيا أو في الداخل السوري.
سيد محمد العبد الله، هل تتفق مع وجهة نظر السيد وحيد صقر؟ يعني أنا أود أن أذكر بما قالته منظمة أطباء بلا حدود بأن التوزيع داخل سوريا غير عادل، لأنهم يعملون مع وكالات أقرتها دمشق، وفي هذه الحالة هم مضطرون للتعاون مع الحكومة السورية في إيصال هذه المساعدات للنازحين، مما يفقد هذه المساعدات الشفافية أو بوصولها للأشخاص المستحقين. لا طبعا، كلام منظمة أطباء بلا حدود لم يأتي من فراغ، كان هناك تقرير نشرته الجارديان تحدثت أن 70% من المساعدات التي وزعت داخل سوريا ذهبت إلى وانتهت إلى مناطق موالية للنظام، ليس فيها لا مهاجرين ولا خيام ولا أطفال جياع ولا هم يحزنون. المشكلة الأساسية هو في تقسيم المبلغ، يعني على أي أساس تقيم الأمم المتحدة أن حاجة 700 ألف لاجئ في دول الجوار تصل لمليار دولار، في حين حاجة 4 ملايين نازح داخل سوريا تصل إلى نصف مليار دولار؟ هناك أمر غير منطقي وغير معقول، والملاحظ أن الأمم المتحدة تحاول أن تتهرب من صعوبة التوزيع داخل سوريا عبر توزيع القسم الأكبر من المبلغ في خارج سوريا. هذه ناحية. وعند التوزيع داخل سوريا يعني كان واضح في مؤتمر الكويت واستثناء المعارضة، لا المجلس الوطني ولا الائتلاف ولا التنسيقيات ولا شخصيات وطنية ولا منظمات إغاثية سورية ولا أي حد، كان هناك فقط منيحين والأمم المتحدة التي وجهت دعوات واستثنت هؤلاء. هذه المنظمات والمؤسسات السورية السياسية والإغاثية نجحت في تركيب شبكات في الداخل وعلى الحدود تستطيع عبرها توصيل هذه المساعدات بآلية أفضل وفعالية أكثر من الأمم المتحدة. أعلم أن قوانين الأمم المتحدة تفرض على الأمم المتحدة التعامل مع الحكومات وفق القانون الدولي، وبالتالي التعاون مع منظمات وافقت عليها الحكومة السورية، لكن هناك حال صعب للغاية، وأمام التقارير التي تفضح أن هذه المساعدات تذهب ل 70% منها مناطق موالية للنظام داخل سوريا تحديدا، المساعدات التي توزع للنازحين، فيجب على الأمم المتحدة أن تخرج قليلا عن الأوضاع التقليدية، يعني هناك حالة طوارئ هنا ويجب أن توضع خطة طوارئ لتوزيع مثل هذه الإغاثة. هذا من ناحية. الناحية الثانية، توزيع الأموال المليار دولار للمقيمين في الخارج في دول الجوار يمر بالضرورة عبر حكومات هذه البلدان، شأنه شأن حكومة سوريا، وحكومات هذه البلدان تأخذ منها القليل والكثير، يعني طبعا باختلاف الدول باختلاف ثرائها المالي. تركيا دولة قادرة على استضافة أكثر من لبنان، الدولة الفقيرة المدينة، أكثر من العراق، أكثر من الأردن. هناك دائما ملاحظات على تعاطي هذه الحكومات مع اللاجئين كملف إنساني وتعاطيها خلال توزيع هذه الملفات. هناك دول دون التسمية اعتاشت مطولا على ملفات لاجئين في المنطقة مثل اللاجئين العراقيين، وفيها الملاجئين السوريين هم الأكثر يعني الأوضاع الأكثر سوءا في مخيماتها، وللأسف الأمم المتحدة لا تذهب بنفسها لتوزع وتفتح مكاتبها هناك. هذا كله يضع إشارات استفهام كبيرة. عندما نشرت مقالة الجارديان عن 70% من مساعدات الأمم المتحدة داخل سوريا تذهب إلى مناطق موالية للنظام، كان هناك يعني بيان صحفي من الخارجية الأمريكية يقول أن 80% من مساعدات الولايات المتحدة ذهب إلى الأمم المتحدة. كان هناك أزمة في الإدارة الأمريكية هنا. تواصلوا مع كثير من السوريين، كنت أنا منهم، وحاولوا الوصول إلى حلول لتوزيع مثل هذه الأموال إغاثة، باعتبار أن كان هناك فضيحة أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين ذهبت إلى مناطق موالية لبشار الأسد لا تعاني أصلا من أزمة إنسانية. بعيدا عن الأموال هل تستخدم لأغراض سياسية أو لا، لا أحد يجرؤ على اتهام الأمم المتحدة بهذا الأمر، لكن بس في بيروقراطية بشغل الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتوزيع على النازحين واللاجئين. هذه البيروقراطية حتى لو ما كانت لديها أهداف سياسية لكنها مضرة للنازحين أكثر. تشل بالضبط، تضر العملية وتشل وتهدر قسم كبير من الأموال بسبب هذه البيروقراطية. في أمل أنه هذه المساعدات، لأنه كان في كما وصف يعني مساعدات أكثر من أي وقت مضى جاءت من المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات العربية المتحدة ومن الكويت للاجئين والنازحين السوريين، في أمل أنه هذه الدول أيضا التي تبرعت بهذه المبالغ الكبيرة أن يكون لديها أي نوع من الإشراف على أموالها، كيف ستذهب وأين تذهب. يعني لا أعتقد بأنه هذه الدول ستكون سعيدة إذا ما ذهبت أموالها إلى الناس غير المحتاجين ممن هم موالون أو غير المتضررين ممن هم موالون لنظام الأسد. أعتقد أن هذه هي وهمة المعارضة الآن، الائتلاف، المجلس، التنسيقيات، أي شخص، علينا الضغط جميعا على الحكومات المانحة لتدرج شروط واضحة
للأمم المتحدة أننا لن نقبل توزيع هذه الأموال لتذهب لأشخاص غير محتاجين بغض النظر عن ولائهم السياسي، وبالتالي ضرورة إشراف هذه الحكومات وإجبار الأمم المتحدة نوعا ما على الخروج عن بيروقراطيتها المعهودة والتوزيع بآليات أكثر ديناميكية في ظل هذه الظروف الاستثنائية. هناك أمر آخر يجب الإشارة إليه، أن معظم المبالغ التي أشير إليها اليوم هي تعهدات سابقا أن تعهدت الإمارات العربية المتحدة $50 مليون للمجلس الوطني السوري، لم يرى منها المجلس الوطني السوري ولا سنت ولا دولار. يعني هنا موضوع مختلف، ذاك كان معني غير متأكدة من يعني من الأرقام، لكن ذاك كان دعم سياسي للمجلس الوطني السوري، هنا نتحدث عن دعم إنساني إنقاذ ناس من حالة إنسانية بائسة. صحيح. وهنا يعني أود أن أؤكد على ما ذكرته حضرتك، أنه لابد أن يكون هناك إشراف من هذه الدول التي قامت بهذه التعهدات على كيفية توزيع هذه المساعدات، لا أن تترك الأمور لبيروقراطية الأمم المتحدة، ليس كذلك؟ نعم بالتأكيد، يعني ضرورة وجود اطلاع هذه الدول بدور ودور مشرف، ودائما هذه الأمور حصلت في حالات سابقة عندما يعني هناك دول مانحة كبيرة تفرض، لا نقول شروط على الأمم المتحدة، لكنها تفرض بعض الآليات في التواصل وفي الإشراف، وحتى أنها الأمم المتحدة ملزمة بإشراف بإطلاع هذه الدول على الجداول والنفقات والمحاسبة، أين صرفت الأموال التي تعهدت بهذه الدول وقدمتها هذه الدول مشكورة. لذلك أعتقد أن تستطيع هذه الدول أن توجه وتساعد بتوزيع المعونة للاجئين السوريين وللنازحين داخل سوريا طريقة أكبر، وأتمنى أن يكون التركيز الأكبر على الاحتياجات داخل سوريا كونها أكبر بكثير من الاحتياجات لدى النازحين. الجميع بحالة سيئة، الجميع يحتاج لمساعدة عاجلة، لكن هناك طوارئ أكثر وأولوية أكثر للموجودين داخل سوريا والذين يحصلون على ثلث المساعدات، في حين أن رقمهم 4 أو 5 أضعاف أعداد الموجودين في الخارج. ربما وأنتقل للسيد وحيد صقر، ربما الحديث عن إنشاء مدارس، مستشفيات، أماكن في المخيمات التي الدول التي حصل فيها صار فيها مخيمات للاجئين السوريين هي عملية أيضا في غاية الأهمية في هذا السياق. دعنا ننتقل سيد وحيد صقر لجانب آخر، نتحدث عن الجانب السياسي. دعني أبدأ معك من تصريحات الأخضر الإبراهيمي قبل أن ننتقل لتفاصيل أخرى. الأخضر الإبراهيمي كان واضح بالأمس، هو لم يعبر عن يأس، قال عندما أيأس سوف أقول بأني غير قادر على المهمة، ولكنه واضح أنه كان يحذر المجلس الأمن من أنه يجب أن يسير باتجاه الاتفاق واتخاذ قرار ما فيما يتعلق بسوريا. هل تعتقد أنه مثل هذا النوع من التصريحات أو الصرخات والإدراك بأن سوريا مقبلة على الدمار ممكن أن تحرك مجلس الأمن؟ يعني سوريا أشرفت على الدمار وليست مقبلة على الدمار، أشرفت على الدمار. هناك أكثر من 60% من البنية التحتية السورية أصبحت منتهية تماما، هناك مهجرين أكثر من ثلث سكان سوريا، ناهيك عن القتلى، ناهيك عن السجناء، ناهيك عن المعاناة التي يعانوها الشعب السوري. المجتمع الدولي لم يرتقي إلى ما يحدث في سوريا، وهو المتلكئ والمتأخر في اتخاذات قرارات حقيقية بما يخص الملف السوري، وهو يعي تماما أن هذا النظام قابع لا محالة ولن تسنيه أي قوة إن لم يكن هناك قوة حقيقية ضاربة تقوم باقتلاعه من جذوره، إن لم يكن هناك تدخل عسكري دولي بضربات عسكرية هذا النظام باق. نحن لا نريد ماء ولا نريد غذاء، نريد قرارات حقيقية توقف حمامات الدم. هذه المعونات وهذه المساعدات كل من يساعد سوريا مشكور عليها، لكن ما يحدث في سوريا يجب أن يكون هناك حل جذري لهذه الأزمة. لا نريد أن نفتح مدارس ومستشفيات عبر الحدود السورية، نريد أن يعود الشعب السوري إلى أرضه، نريد هذا النظام أن يقتلع من جذوره، نريد أن يكون هناك قرارات حكيمة من المجلس الأمن ومن الدول العربية أن تضغط بقوة إلى انتزاع هذا النظام. هذا النظام خارج عن القانون بكل المعايير، هذا النظام فاشل ويريد أن يفشل الدولة أكثر، ويريد أن يقسم البلد أكثر، ويريد أن ينهك البلد أكثر. لذلك على الأخضر الإبراهيمي أن ينسحب من مهمته وأن يقول أنني عجزت هذا النظام نظام قاتل. أننا عندما نفكر لحظة واحدة بالحوار مع هذا النظام وبإعطائه مهل، هي مهل ندفع ثمنها كل يوم، والشعب يقتل كل يوم ويهجر كل يوم إذا أصمت المعمورة. لا أدري لهذا كيف التعامل مع الملف السوري بهذه القضية. يعني الأزمة لم تعد أزمة فكر فحسب، يعني الشعوب. سيد وحيد أنا أسمعك.
يعني فقط كنت بعجالة، يعني الأزمة ليست أزمة فكر فحسب، يعني الشعوب بحد ذاتها كانت تفكر أنها عبر عقود تسير نحو حريتها، وهي للأسف كانت تسير نحو عبوديتها. الأزمة أزمة أنظمة، يعني الثورة السورية والثورة الفرنسية شبيهتان تماما، لكن الثورة الفرنسية لم تسقط ولم تقطع رأس الملك لويس، لكنها ستشتت وتفتت كل هذه الأنظمة الشمولية. على المجتمع الدولي أن يرتقي لقرارات حقيقية توقف حمامات الدم في سوريا. أي سيد محمد العبد الله، مع أنه الأخضر الإبراهيمي قال بأنه لم ييأس بعد، إلا أنه قال عندما تأتي اللحظة التي أشعر فيها بأنني لا أستطيع أن أحقق أي فائدة فإنني سأستقيل، من أين في الوقت الذي يقول فيه بأنه نظام الأسد قد يصمد ولكنه يفقد شرعيته أو فقد شرعيته، من أين باعتقادك يبقى أمل لدى الأخضر الإبراهيمي بأنه قد يحقق فائدة باتجاه ما؟ لا، وكلام الأخضر الإبراهيمي حقيقة يعكس يأس الأخضر الإبراهيمي، ويعكس تلويح وتهديد لمجلس الأمن للدول الخمسة الدائمة العضوية، تحديدا للولايات المتحدة ولروسيا، أنه لا يمكن الاستمرار بهذه الحالة. الأخضر الإبراهيمي في مهمة يحاول تنفيذها أمام وثيقة تحمل تفسيرين وتحمل نظرتين وتحمل تأويلين، وهو مختلف بين هذه الدول. وأيضا هناك دعم روسي وإيراني واضح للنظام السوري تساعده في التصلف في موقفه، وهناك تلكؤ من المجتمع الدولي في دعم المعارضة السورية ودعم الثورة السورية بشكل فاعل لتنهي هذا الصراع وتحسمه. لذلك ما سيحصل هو إطالة أمد النزاع. ودعنا نعود قليلا إلى الوراء لنتذكر تصريحات نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، قال أن جميع اللقاءات التي أجراها الأخضر الإبراهيمي لم تثمر حتى الآن ولم تحصل على نتيجة. الأخضر الإبراهيمي أدرك أنه لن يحصل على نتيجة سياسية بدون موقف سياسي جدي من مجلس الأمن، والموقف الجدي من مجلس الأمن يعني تقارب وتوافق واتفاق روسي أمريكي على حل في سوريا. وهذا الأمر أعتقد أنه مرهون بعدة ملفات. أولا، من الواضح من كلام الرئيس أوباما بالأمس عندما تحدث عن رصد 155 مليون دولار إضافية كمساعدات للشعب السوري، عدم الكلام عن الجيش السوري الحر أو دعم المعارضة السياسية أو التسليح. أيضا مؤتمر باريس للمعارضة السورية الذي لم يتحدث عن دعم المقاتلين أو السلاح أو عن أي مساعدة عسكرية أو أي شيء من هذا الأمر، أن الدول العالم المجتمع الدولي غير معنية بإنهاء الأزمة وأنها تدير أزمة فقط، تتصرف بمبدأ إدارة الأزمة، محاولة كسب الوقت. إحدى الحركات التي قامت بها الولايات المتحدة لكسب الوقت هي إنهاء المجلس الوطني واختلاق الائتلاف الوطني، هما لا يختلفان كثيرا عن بعضهما البعض، في محاولة لكسب شهرين أو ثلاثة أشهر في إعادة ترتيب الصفوف وكسب المزيد من الوقت. إدارة الأزمة هنا حتى ينتهي البازار الروسي الأمريكي. الواضح أن موسكو تلوح أنها تستطيع أن تفرط بالأسد في أي دقيقة. تصريحات سيرجي لافروف، تصريحات ميدفيديف في الأسبوعين السابقين أو خلال الأيام العشرة السابقة، هي تمهيد للقاء أوباما وبوتين القادم المزمع عقده في شباط في خلال الأيام القادمة. روسيا تحاول وضع الملف السوري على البازار مع الولايات المتحدة. الواضح أن الولايات المتحدة لن تعطي موسكو شيئا مقابل الملف السوري، وهنا مربط الخيل، هنا المشكلة. الولايات المتحدة لن تمنح موسكو شيء يدفعها للتراجع أو التنازل أو تغيير موقفها من بشار الأسد، وموسكو لا ترى الملف السوري هو الأولوية لديها، لديها الانسحاب من أفغانستان، لديها الدرع الصاروخي الأمريكي، لديها العلاقات مع إيران والعقوبات الأمريكية على الملف النووي الإيراني. سوريا ليست على أولوية جدول أعمال البلدين والرجلين، وهنا أيضا أزمة أخرى، وبالتالي الملف إلى المزيد والمزيد والمزيد من التعقيد، في حين أنه ليس هناك توافق. الأفضل والمطلوب اليوم على المعارضة أن تضغط به، وهذا المطلوب من الولايات المتحدة، تفسير واضح لا يحمل اللبس والتأويل أو المطمطة لبيان جنيف وورقة جنيف. هل بشار الأسد جزء من الحل؟ هذا سيساعد الأخضر الإبراهيمي على مهمته. الأخضر الإبراهيمي عقب خطاب بشار الأسد في 6 كانون الثاني قال أن بشار الأسد ليس جزء من الحل، هو نظام طائفي، هو شخص، هو رأس المشكلة، ولا يمكن أن أعتبره ضمن أي حل سياسي. ثم عاد ليقول أنه سيصمد طويلا وهو يقترح الحل السياسي. تذبذب الأخضر الإبراهيمي هنا سببه تذبذب الدولتين والموقفين المختلفين. أيوة، ما سامع شيء واضح منهم. حتى ممكن أن أضيف على ما تفضلت به سيد محمد العبد الله، حديث الرئيس أوباما بأنه ما زال يدرس ويقيم الوضع في سوريا، إذا كانت المكاسب ستكون أكثر من الخسائر، وإذا كان في رد على أي تدخل ممكن يكون كيماوي وغيره. وهنا يأتينا التساؤل والسؤال لك سيد وحيد صقر، عن أنه في ظل هذا الحديث الذي هو في ظاهره على الأقل بدون أن ندخل في تفاصيله يبدو تردد واضح من الولايات المتحدة الأمريكية وعدم حزم للموقف وعدم حسم للموقف، أيضا يطالب الموفد الدولي أعضاء مجلس الأمن بمعالجة مشكلة الانقسام بينهم في الملف السوري فورا.
ووفق هذه الرؤية التي طرحها سيد محمد العبدالله، ما الذي سيدعو الأطراف أن تعالج مشكلة الانقسام فيما بينها بشكل فوري؟ الناحية الإنسانية فيما يبدو أنهم يرون مساعدات بملايين من هنا وهناك ممكن أن تخفف من العبء الإنساني، ولكن من ناحية الحل الجذري واضح أنه لا يوجد توجه نحو حل جذري على الأقل في الوقت الحالي. يعني أنا أتفق فيما قاله الأخ محمد أنهم الآن يحاولون إدارة الأزمة وليس إنهاء الأزمة، وهذا أصبح واضحا لكل السوريين. نحن نعي تماما لم يوجد في الأفق حتى الآن قرار دولي بإنهاء بشار الأسد من السلطة في سوريا، لذلك لا نزال نرى أن هناك تخبط في القرارات الدولية، وهذه المنح وهذه المساعدات التي تأتي بشكل دفعات إلى سوريا هي عبارة عن إبر بنج تخديرية للمجتمع السوري، لكن لا يعو تماما على ما يبدو أن الأزمة في سوريا أكبر من هذه المساعدات بكثير. إن لم يرتقي المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار حكيم، أنا أؤكد أن الأزمة في سوريا ستتصدر إلى المناطق في الغرب كاملة، يعني لن تنجو أوروبا من الأزمة في سوريا. هناك يعني وضع مأساوي حقيقي قد يتفجر في المنطقة في ظل بقاء بشار الأسد في سدة الحكم. لذلك أنا أتمنى من المعنيين أن عندك المعارضة السورية كمان سيد وحيد صقر، واضح أنها صحيح أنه الكثيرون يقولون بأنها شماعة يعلق عليها المجتمع الدولي عدم قدرته على أو عدم رغبته باتخاذ أي قرار تجاه سوريا، لكن واضح أنه المعارضة كمان في تصريحاتهم في اختلاف. اليوم السيد الخطيب يقول أنه مستعد لمحاورة أجزاء أو أشخاص من النظام في سوريا، بينما يقوم عليه الجميع بالمعارضة رافضين ذلك، فيقول بأنها تصريحات شخصية. يعني عوضا من أن يكون الأستاذ معاذ الخطيب في مؤتمر المانحين، رأينا الوفد الإيراني والوفد الروسي في المؤتمر، لم نرى أحد من ممثلين المعارضة السورية كما قال في تقريركم. لكن ما جاء على لسان السيد معاذ الخطيب أنا لا أستطيع أن أقيمه إلا أن سمعت منه ورأيت وجهة نظره ماذا يعني، وإن كان هذا متفق عليه مع الائتلاف ومع المجلس، أما أن هناك تبادل أدوار هذا الموضوع ضبابي جدا. يعني نحن في تيار التغيير، لو عرض علينا هذا الكلام لا نستطيع أن نتخذ قرار مباشرة به، علينا أن نعود إلى مؤسسات معينة ونتخذ قرار عبر المؤسسات المعنية. سيد لذلك أنا أرجوك أن تعذرني معلش انتهى وقت الملف في بانوراما، سنلتقي مجددا بإذن الله. سيد وحيد صقر عضو التيار الوطني السوري للتغيير، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. سيد محمد العبدالله المعارض السوري ضيفي من واشنطن، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا.